في كتاب الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي بموضوع التنفس الحصة ما مسار الهواء الذي أتنفسه صفحة 12 Quel est le trajet de l'air que je respire? الهدف التعلمي أتعرف أعضاء جهازي التنفسي. Donc j'identifie les organes de mon appareil respiratoire. انطلق. ألاحظ الصورة وأعبر. هذه الصورة عندنا فيها سباح أو سباحة. هذا السباح كيعوم. ولاحظوا أن هذا السباح حين يسبح كيقوم بواحد المجهود عضلي، بمعنى إذا هو يحتاج أن يتنفس كنشوفوا أنه يفتح فمه، كيفتح فمه باش يتنفس. إذن ما هي الأعضاء؟ أتساءل، ما هي الأعضاء التي يمر منها؟ ما هي الأعضاء التي يمر منها الهواء داخل جسمي؟ أفترض هذه الأعضاء، نفترض أن الأنف، الرئتين، يمر أيضا عبر القصبة الهوائية أو ثم الصدر. أختبر، أبحث في وثائق عن حركة الهواء داخل جسمي. أضع يدي على صدري ثم أقوم بشهيق عميق كما كتلاحظوا في هذه الصورة. هذه الصورة عندنا فيها الشهيق. الشهيق هو عملية إدخال الهواء. إذن أقوم بشهيق عميق متبوع بزفير، والزفير كتلاحظوا في هذه الصورة هو عملية إخراج الهواء. ألاحظ حركة الصدر. إذن نلاحظ حركة الصدر خلال عملية الشهيق وخلال عملية الزفير، أن خلال عملية الشهيق ينتفخ الصدر، ما في عملية الزفير الصدر كنلاحظوا أنه ينقص. ثم أملأ الفراغ بما يناسب خلال الشهيق، إذن يزداد يرتفع الصدر أو يزداد الصدر، وخلال الزفير ينخفض الصدر إذن أو ينقص الصدر. إذن أطلب من أحد زملائي في الفصل أن يقيس محيط صدري. إذن أطلب من أحد كما عندنا في هذه الصورة أن يقيس محيط صدري بواسطة متر شريطي أثناء قيامي بشهيق عميق. قلنا الشهيق هو عملية إدخال الصدر، ثم أثناء قيامي بزفير عميق أسجل النتيجتين المحصل عليهما في الجدول التالي. العمليات محيط الصدر ب، إذن الشهيق مثلا شهيق عميق غنقيسو غنلقاو 60 سنتيمتر. الزفير أثناء عملية الزفير قلنا أنه ينقص الصدر ينخفض، غنلقاو مثلا 50 سنتيمتر. أقارن النتيجتين المحصل عليهما ثم أكتب ما يناسب. إذن خلال الشهيق، شنو قلنا؟ أنه يزداد
الصدر أو يرتفع الصدر، إذن يزداد حجم القفص الصدري. وخلال الزفير قلنا، خلال الزفير قلنا أنه ينخفض الصدر ولا ينقص حجم القفص الصدري. أرسم في دفتري، في دفتر تقسي مسار الهواء داخل جسمي. إذن المطلوب أن نرسم مسار الهواء داخل جسمي. أكتب الأسماء المناسبة باستعمال الكلمات الآتية. إذن نكتب هذه الأسماء ونستعمل هذه الكلمات. مثلا عندي أنف، أنف هو هذا الأنف، واحد وواحد. بلعوم، بلعوم هو هذا بلعوم رقم اثنان، إذن هذا هو البلعوم. رئة يمنى، رئة يمنى رقم ستة، هي الرقم رئة يمنى، إذن رئة يمنى هي هذه. الرغامة، رغامة رقم ثلاثة، هذه الرغامة. قصبة هوائية، قصبة هوائية رقم أربعة، هذه كتسمى قصبة هوائية. رئة يسرى، رئة يسرى رقم خمسة، رئة يسرى. إذن الرئتين عندنا جوج، رئة يسرى ورئة يمنى. ألون بالأصفر مسالك الهواء في جسمي. إذن مسالك الهواء، هذه هي مسالك الهواء. إذن الهواء يمر عبر الأنف، عبر البلعوم، عبر الرغامات، ثم القصبة الهوائية، إذن وينتقل إلى الرئة اليسرى ثم إلى الرئة اليمنى. أشير بسهم أحمر إلى منحى هواء الشهيق. إذن نستعمل، نشير إليه. إذن في عملية الشهيق يدخل الهواء من خلال الأنف، ثم يمر عبر البلعوم والرغمة وعبر القصبة الهوائية، ثم ينتقل إلى الرئتين، الرئة اليسرى والرئة اليمنى. وبسهم أزرق إلى منحى هواء الزفير. إذن خلال عملية الزفير سيكون العكس، سيخرج من الرئتين عبر القصبة الهوائية الرغمة، ثم يخرج عبر الفم. أستخلص، أملأ الفراغات بما يناسب نفسي. الرئتان، يخرج البلعوم، يدخل القصبتان، يمر. يتكون الجهاز التنفسي عند الإنسان من أعضاء تالية، الأنف والبلعوم والرغامة والقصبتان الهوائيتان والرئتان. خلال الشهيق يدخل الهواء من الأنف ثم يمر إلى الرئتين عبر البلعوم والرغامة والقصبتين الهوائيتين. خلال الزفير يخرج، إذن يخرج الهواء من الرئتين عبر نفس المسلك. نأتي أخيرا إلى أغني، إلى المعجم، أغني معجمي. إذن حركة تنفسية، mouvement respiratoire، شهيق، inspiration، زفير، expiration، رئة،
poumons, bulbum, pharynx, rugama, trachée, artère, qasabate hawaïa, les branches. ونأتي إلى استثمار. استثمر أولا. J'écris les chiffres de 1 à 5 pour classer les organes de l'appareil respiratoire selon le passage de l'air dans ces organes pendant une inspiration. J'écris les chiffres أكتب الأرقام من 1 إلى 5 pour classer les organes de l'appareil respiratoire selon le passage de l'air. Dans ces organes pendant une inspiration. إذن عندي هنايا لا هذه الكلمات لا تراشي ارتير لا تراشي ارتير هي الرغامة لي بومون لي بومون ما الرئتين لو ني لو ني هو الانف لي برانش لي برانش القصبة الهوائية Le pharynx, le pharynx, le volume. Iden, on dit oui. La trachée artère, rorama. Les poumons, l'éthéine. Le nez, l'enf. Les branches, al-qasaba, l'hawaïa. Le pharynx, al-volume. Iden, wahed, c'est le l'hawa, m'khilel. الأنف من خلال لوني نكتب واحد ثم يمر عبر البلعوم البلعوم الفارنكس جوج الفارنكس ثم يمر عبر الرغامة لاتراشي أرتير ثلاثة ثم القصبة الهوائية لي برانش أربعة وأخيرا الرئتين لي بومون خمسة استثمر اثنان أقارن حركاتي التنفسية بالدقيقة خلال الراحة وأثناء المشي والجري ثم استنتج عندي مثلا السلوك هنا عندي عدد الحركات التنفسية بالدقيقة أثناء الراحة تكون الحركات عدد الحركات التنفسية 12 أثناء المشي تكون عدد الحركات التنفسية 19 أثناء الجري تكون عدد الحركات التنفسية 61 إذا نلاحظ أنه الحركات التنفسية تزداد أثناء الجري إذن يزداد مدى حركة التنفسية كلما زاد مدى إذن كلما زاد المجهود العضلي يزداد عدد الحركات التنفسية كلما زاد المجهود العضلي